نكمل مع بعض المراجعه زي ما بدانا المره اللي فاتت. النهارده هنراجع مع بعض قصتين، قصه السر وقصه السر وقصه صداقتنا اهم. تعالى قبل ما نبدا مراجعه النهارده هوريك ازاي بيتيجي السؤال زي ورقه النموذج بالظبط او الامتحان. يبقى انا قبل ما ابدا احل اي حاجه اقرا كويس جدا جدا اللي قدامي. تعالى كده زي ما انا قلت لك نفذ الكلام اللي انا قلته كده، اقرا من البدايه. النهارده عندي تدليل مشروع على قصه السيرك وصداقتنا اهم. هبدا بايه؟ هنبدا بقصه السيرك. طيب نبدا نقرا القطعه كويس جدا جدا علشان نعرف بعد كده هو طالب مني. بيقول لي واول حاجه هقراها راس السؤال، لان زي ما كنا متفقين مع بعض راس السؤال مفتاح الاجابه، هو اللي هيعرفني انا هعمل ايه، هو اللي هيقول لي انا هفكر ازاي في السؤال ده. بيقول لي اقرا ثم اجب. اقرا يعني انا هقرا القطعه الاول، ثم اجب يعني هجاوب على الاسئله اللي هو مديهالي. طب تعالوا نقرا مع بعض القطعه كويس جدا كده. اذهب صديقي منذ الصغر، نلعب معا كل يوم. طيب طالب مني ايه؟ اول حاجه بيقول لي استخرج. استخرج عايز استخرج من القطعه دي. خلي بالك انا ما بجيبش من دماغي، انا بستخرج منين؟ من القطعه اللي هو مديهالي. بحطها كده في دايره كده عشان اعرف ان انا ما بجيبش حاجه من بره القطعه. ما ينفعش اجيب حاجه من دماغي خالص. تعالي شوف طالب مني اول حاجه بيقول لي ايه؟ استخرج. عايزني استخرج ايه؟ اسم. طيب تعالوا ندور كده على الاسماء مع بعض. احنا متفقين وقايلين ان انا بدور على اسم ممكن يكون اسم انسان او مثلا اي كلمه اولها الف ولام تبقى اسم، اي كلمه اخرها تاء مربوطه تبقى اسم، اي كلمه فيها تنوين اللي هو فتحتين صغيرين فوق اخر حرف تنوين بالفتح او كسرتين صغيرين تحت اخر حرف تنوين بالكسر او ضمتين صغيرين فوق اخر حرف اللي هو تنوين بالضم، الكلمه دي تبقى اسم. التنوين بيدل ان الكلمه دي اسم، او لو كلمه اخرها ياء الملكيه، او لو كلمه قبلها حرف جر. ادهم اول حاجه قابلتني هي. هي مش ادهم دي اسم انسان؟ يبقى انا ممكن اكتب ادهم. عندي اهو زي ما قلت لك لو كلمه اخرها ياء ملكيه صديقي، تعالى نخبي الياء بقت كلمة ايه؟ صديق. ايوه فعلا صديقي دي اخرها ياء ملكية، ياء زيادة على الكلمة. يبقى انا عندي ادهم اسم او صديقي اسم. انا ممكن اختاره عندي الصغر اللي هي الف ولام اهي، وعندي معا فيها تنوين، اختار بقى ايه؟ اي واحدة بينهم. تعالى نختار ادهم. يبقى هو عاوز اسم، اكتب كده ايه؟ ادهم. طيب تعالى نشوف طالب مني تاني. فعل. فعل حاجة أنا بعملها. تعالى أقرأ القطعة وأطلع منها فعل. أدهم صديقي منذ الصغر، نلعب. حاجة بنعملها أهي، يبقى نلعب دي فعل ولا لأ؟ أيوة برافو. سامعة ناس بتقول لي فعل مضارع كمان علشان إيه؟ أنا مستمر فيها، مستمر وكمان أولها نون من الحروف اللي احنا قلنا عليها اللي هي ياء او تاء الف او نون فعل مضارع. يبقى هو عايز مني فعل، هكتب نلعب. طيب مني تاني كلمه بها حرف ساكن، يعني ايه؟ عاوز كلمه يكون فيها السكون المدوره زي كده. ادهم ادي اول حاجه اهي، ادهم اهي فيها سكون اهي. طيب في حاجه تانيه؟ عندي اهي كلمه يوم فيها سكون، نلعب فيها سكون، تعالى ناخد ايه مثلا؟ يلا. الواو عليها سكون. طيب تنوين، عايز كلمه يكون فيها تنوين، يعني ايه تنوين؟ يعني بدور على فتحتين او كسرتين او ضمتين فوق اخر حرف، خلي بالك التنوين بيبقى فوق اخر حرف. فين عندي هنا ادهم صديقي منذ الصغر؟ معا اهي برافو. انا قبل ما اقول سامعة ناس قالت لي معا فيها تنوين نوعه. او
كلمة بها معنى. أول ما أشوف يا رضوى إحنا متفقين وقايلين قبل كده، أول ما أشوف كلمة معنى قبل ما أعمل أي حاجة فوق مادة أكتب نوع المادة إيه؟ ألف واو ياء. ليه؟ عشان لو جالي نوع أختار واحدة منهم. طب تعالى بقى ندور كده على كلمة يكون فيها من؟ مادة ألف أو مادة واو أو مادة ياء. أدهم، هو حد ينفع يقول إن كلمة أدهم دي فيها مادة بالألف؟ لا ما ينفعش أبداً، عشان الألف جاي في أول حرف في الكلمة وكمان عليه همزة، وما ينفعش المادة يجي في أول الكلمة ولا ينفع يجي عليه همزة. صديقي، برافو صديقي، اهي فيها مد بالياء. يلا نسمع الاغنيه مع بعض. فيها مد بالياء والحرف الممدود الدال وعلامه المد الكسره ومقطع المد هي ايه؟ دي. شاطر، انا سامعه ناس شطوره بتقول معايا صديقي. نوع، انا شفت هنا لقيت نفسي كاتب فوق نوع ايه؟ الف واو ياء. اختار صديقي مادة ايه؟ ياء. شاطرين الناس اللي بتقول معايا. حد كده بيقول كلمة، سامع حد بيقول يوم فيها مادة بالواو؟ لا يا رضوى ما ينفعش ابدا اختار كلمة يوم مادة بالواو عشان الواو عليها سكون، وكمان انا حرف المادة ما بنطقوش وهنا الواو انا نطقتها يوم. كلمة بها حرف مشدد، حرف مشدد يعني شد اللي هي الثلاث سمات دي. شد، هي كلمة ايه اللي فيها شد؟ أهم صديقي منذ الصغر، برافو، اهي الشد على الصاد كمان عشان الصغر فيها لام شمسية واحنا متفقين حتى لو ما عنديش تشكيل أي كلمة فيها لام شمسية بحط على الحرف اللي بعد اللام.